الحفاظ بالألقاب يعني حركة تطهير في الرياضة المصرية. 700 أي واحد. اثنين، حركة تطهير في الإعلام الرياضي. تمام. وبدأنا بمين؟ شوبير. تمام. أنا أول واحد نزلت الخبر على صفحتي. أنا بقول لك خد مني ليه العملية ظبطت، وبقول لمدحت شباب إذا كنت فاكر إنك عشان في قناة سعودية هتقعد تكذب. ثانية يا باشا، هتقعد تكذب يا مدحت وأنت راجل عندك 95 سنة وضارب ورنيش أسود، وأقول لك اللي أنت بتقوله ده أسوأ. أقول لك إيه؟ المجلس ده ملوش أي ذنب، ده المجلس القديم اللي أنا حكيته لك أقوله. لا مالكش رد. ليه؟ أصل أنا في قناة السعودية مع احترامي للسعودية، جلالة الملك، خادم الحرمين الشريفين وابنه سمو الامير محمد، خلاص ولي العهد يا مدحت، ساعه الجد محدش بيحمي حد. وديك شفت شوبير، اذا كنت انت عمرو اديب وابراهيم طايحين دلوقتي عشان دي قناه سعوديه محترم السعوديه، نروح بيستقبلونا احسن استقبال. اوعى تنسى من غير ترخيص أزمة إمام عاشور في فرح مروان عطية يا فندم. ولما أقول لك ليه رد هتنزله غصب عنك وغصب عن اللي مشغلك. عارف مين صاحب القناة؟ إبراهيم الإبراهيم وعبد العزيز إبراهيم. اللي عادل حمودة شتمهم لما واحد فيهم اتجوز الله يرحمها شيرين سيف النصر. شيرين سيف النصر والوحيد اللي وقف معاهم ما خدش جنيه. دول اللي مشغلينك أنا خير عليهم.